السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. لا يكاد يمر شهر دون إصدار تقرير حقوقي يتناول حالة الحقوق والحريات أو الشؤون الخاصة بالتعليم والطفولة والصحة ونحوها، لكن الملاحظ أن أغلب هذه التقارير تفتقر لأهم معايير الدقة والشفافية، بل إن بعضها لا يعدو أن يكون رصدا مكتبيا بهدف تسجيل الحضور لهذه المنظمة أو تلك، ويأتي هذا على حساب المعايير الفنية والمهنية بل والمبادئ المفترض التي ينبغي أن تتوفر لتصبح هذه التقارير مكتملة الأركان في الجودة والدقة. حالة من التباين والتناقض تعكس الفوضى إن صح التعبير لإعداد التقارير التي يفترض أن تخدم الإنسان الضحية في هذه الحرب، وقد تضاعف المعلومات الخاطئة من معاناته. كيف يتم إعداد التقارير الحقوقية وما هي المعايير المعتمدة مهنيا لإعدادها، وما مدى دقة وحياد التقارير التي تعد في بيئة غير آمنة، وما هي الآثار السلبية المترتبة على المعلومات الخاطئة والمضللة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا عبر السكايب من لندن الناشط الحقوقي البراء شيبان، كذلك من الرياض الخبير القانوني فيصل المجيدي، وأيضا الراصد الميداني ماهر العبسي سيكون معنا من محافظة تعس. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة عبر السكايب مع البراء شيبان الناشط الحقوقي من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بك. بداية أستاذ براء، لو وضعتنا بصورة المعايير الفنية لإعداد أي تقارير حقوقية لمجلس حقوق الإنسان. يعتمد إذا كنت تسأل فقط لمجلس حقوق الإنسان أم أنك تسأل بشكل عام لأي ربما بشكل عام، بشكل عام لأي منظمة تقارير تتابع الانتهاكات بشكل عام؟ نعم، حقيقة في البداية هو يعتمد على طبيعة المنظمة وطبيعة الدور الذي تقوم فيها المنظمة في اليمن. في بعض الكثير حقيقة من الجهات هي تقدم تقارير من أجل أن تكون لديها بعثات إغاثية أو عمل إغاثي على الأرض، وأغلب العمل المتعلق في اليمن حقيقة هو من أجل تقييم الوضع الأمني في المناطق المختلفة داخل اليمن. فإذا اعتبرنا مثلا على سبيل المثال منظمات الإغاثة الدولية، معظم تقاريرها هي تتركز عن الحالة الإنسانية ومدى قدرة الحكومة اليمنية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، سواء من ناحية الإغاثة أو الصحة أو التعليم أو غيرها من الاحتياجات. نعم. إذا أتينا إلى التقارير الحقوقية وهو يتعلق بشأن وضع الانتهاكات بشكل عام، يعتمد أيضا على من هي المنظمات التي تعمل على الأرض. الكثير من المنظمات تعتمد على باحثين، هذا الباحثين لا يأتوا إلى اليمن إلا في أيام معدودة في السنة. نعم. غالبا لا يتم السماح لهم بالوصول إلى كل المناطق، ويعتمد على مدى قدرة الحكومة تجاوب الحكومة اليمنية في إمكانية فتح المجال لمقابلة أسر الضحايا على سبيل المثال، كمقابلة الأجهزة الأمنية المختصة والعسكرية المختصة، مدى وصولهم كانت وصولهم إلى هذه إلى المناطق المتضررة سواء كانت في تعز أو عدن أو صنعاء أو صعدة وغيرها. نعم. من المناطق هذه أهم المعايير اللي أعتقد تبنى عليها التقارير. نعم. يتم عادة الاعتماد بشكل عام أن هناك ما يشبه حالة بحثية، يتم دراسة كل حالة، يتم التدقيق في كل حالة، ثم يعني بعد ذلك يتم إخراج. نعم. إخراج التقارير. القليل من المنظمات فهي التي تقوم بحالة رصد، والرصد مختلف. نعم. عن حالة تقييم الوضع الحقوقي. نعم، ربما هذه النقاط أستاذ براء التي ذكرتها، هذا ما هو المفترض وما هو الواجب لأي تقرير ربما يتابع أي انتهاكات تحصل في البلد، لكن لو وضعتنا صورة بشكل عملي عن التقارير التي ترفع من اليمن، هل هي وفقا لهذه المعايير أم هناك يعني ربما تناقضات ما بين ما هو واجب وما هو مهم ويعني لابد أن تنقل التقارير عليه؟ نعم،
طبعا انا قلت هذا في البدايه لانه هذا مهم للتمهيد في اليه العمل هذه المنظمات لكي نعرف لماذا يتم استخراج او خروج التقارير الحقوقيه عن اليمن بالصوره التي نراها والتي اصبحت كثير يشكل في مصداقيه الكثير من هذه المنظمات. نعم. والسبب الاساسي ان الكثير من الباحثين عندما يصلوا الى اليمن هم عاده يصلوا الى صنعاء. عندما يصلوا إلى صنعاء هم مرتبين مع الجهة التي هي مسيطرة على أرض الواقع، والكثير من المنظمات الحقوقية تضطر للتعامل مع الجهة المسيطرة، في هذه الحالة تكون جماعة الحوثي. بطبيعة الحال لا يسمح لهم بالذهاب إلى الكثير من المناطق المتضررة، وهنا تحديدا أخص بالذكر تعز، عدن، أيام ما كانت تحت القصف والحرب، حاليا لاحج، الضالع، الكثير من هذه المناطق لا يتم السماح لهم بالوصول عبرها. نعم. في المقابل ليس هناك حقوقيين، وهؤلاء الباحثين ليس لديهم قدرة التواصل مع الحكومة اليمنية بشكل فاعل لدخولهم من منافذ أخرى، على سبيل المثال محافظة عدن. نعم. أو محافظة مأرب على سبيل المثال. فيتم عادة الشكوى أن هذه المنظمات لا تقدم تقاريرها بشكل حيادي، مع عدم الانتباه إلى نقطة مهمة، إلى أن الحكومة اليمنية إلى هذه اللحظة لم تقدم مجال لكثير من الباحثين للوصول إلى هذه المناطق المتضررة. الباحث في طبيعة الحال تقصد حتى أستاذ برا، حتى نضع النقاط على الحروف، تقصد حتى في المحافظات المحررة التي تخضع للشرعية؟ نعم، حتى في المحافظات المحررة. أنا على سبيل المثال لا أذكر أن الحكومة اليمنية تواصلت مع جهة واحدة دولية تقول لها أنها سوف توفر لها الحماية في الدخول إلى محافظة عدن على سبيل المثال، وترتيب لها اللقاءات مع أهالي ضحايا. معظم العمل الذي يقام الان في سواء في سعد. نعم. او في عدن، استاذ برا، ربما نعم استاذ برا، ربما يعني ربما تبدو وحال. نعم، ربما تبدو بانك تحكم بشكل قطعي بان الحكومه لا تتواصل مع اي منظمه خارجيه ولا يعني تسهل اي مهام لجنه للتحقيق. على الاقل الان الحكومه ربما شكلت الان لجنه الانتهاكات التي يعني بامر برئاسه الجمهوريه وجاءت بدعم اممي، وهذه بدأت تعمل بشكل في الميدان وربما تواصلت مع جهات حقوقية أخرى. في فرق. اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان مهمتها ليست أن ترفع التقارير بشكل دوري مثل ما نرى مثلا على سبيل المثال في المفوضية السامية أو رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية أو غيرها من الكثير من المنظمات التي تعمل تقيم الوضع الحقوقي داخل اليمن. نعم. اللجنة هي إطارها أنها تقوم بالتحقيق وليس فقط برفع التقارير، بينما هذه المنظمات مهمتها أن ترفع التقارير. وأنا هنا مرة أخرى أؤكد، لم تقم الحكومة اليمنية من خلال بعثاتها الدبلوماسية المتواجدة في كل مكان في العالم تقريبا بعمل مؤتمر صحفي واحد على سبيل المثال لدعوة هذه المنظمات. نعم. طيب أستاذ برا، المؤتمرات الصحفية التي أقيمت على الأقل في جنيف وفي الاجتماعات الدورية لمجلس حقوق الإنسان، وحضر فيها وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، واجتمع ربما أكثر من مرة مع صحفيين ومع العديد من وسائل الإعلام لإطلاعهم على الوضع. هذه البعثات يعني إذا نحن ننتظر فقط من دورة مجلس حقوق الإنسان إلى دورة أخرى سوف معناتها أننا نتقبل مبدئيا أن تكون النتائج بالطريقة التي نحن نشاهدها. نعم. الكثير من المنظمات عندما يتم التواصل هم في الأخير يتواصلون مع باحثين ميدانيين، ولكن طريقة عملهم أنهم يجب أن يرسلوا باحثينهم، يجب. نعم. أن يكون هناك فرصة وأن تكون لدينا الشجاعة أن نقول أن الحكومة اليمنية يجب عليها أن تقول للكثير من الجهات نحن مستعدين أن ندخلكم إلى هذه المناطق، نوفر لكم لقاءات مع الضحايا حتى يتم على الأقل عكس صورة ميدانية حقيقية. طيب صدرة. داخل المحافظات. نعم. صدرة، اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ فيصل المجيدي من الرياض. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. اهلا ومرحبا بك استاذ فيصل. لو وضعتنا انت بالمعايير التي بدونها تصبح التقارير غير محايده وغير صحيحه. الواقع اخي الكريم ان مساله التقارير الحقوقيه باتت سلاح ذو حدين خلال هذه الفتره، لكني حقيقه اجد نفسي ربما اختلف مع كلام ضيفك الاستاذ برا فيما يتعلق بدور الحكومه، وانا هنا لست في محطه الدفاع عن الحكومة. يكفي اليوم أن محافظ
محافظة تعز دعا يعني المبعوث الإنساني للأمم المتحدة للنزول إلى محافظة تعز والاطلاع على جرائم الحوثيين في هذه المحافظة باعتبار أنها تعاني الآن من قصف مريع وهي حديث الساعة. والحكومة اليمنية سبق وأن وجهت رسائل إلى المنظمات التي تتخذ من مقراتها في العاصمة صنعاء والمحتلة من ميليشيات الحوثي بأن تنزل إلى العاصمة المؤقتة عدن. نعم هناك إشكاليات فيما يتعلق بأداء الحزام الأمني، هناك إشكاليات بأداء السلطة المحلية فيما يتعلق بربما حرية التنقلات لإشكاليات محددة، لكن إذا تحدثنا عن المنظمات الدولية والحقوقية لا أعتقد أن هذه الإشكاليات ستظل تلاحقها. ومن ثم فإن عزوف كثير من المنظمات عن الأماكن الساخنة وتحديدا المناطق التي تتعرض من لقصف من ميليشيا الحوثي وصالح أمر فعلا يضع أكثر من علامة الاستفهام، خصوصا وأن ميليشيا الحوثي وصالح قامت بإقصاء جميع المنظمات تقريبا الوطنية ذات الخبرة والمهنية وتأسيس منظمات جديدة يكون دورها هي دور الغسالة لجرائم الانقلاب. ومن ثم فإن هناك فعلا اختلاط ما بين الجانب الحقوقي والسياسي، كان هناك خطة موازية للانقلاب العسكري وتتمثل في إيجاد غطاء حقوقي للانقلاب وتجميل أي طرف يقف وتحميل أي طرف فيصل. الانقلاب جرائم الانتهاكات الانقلاب ذاته. وصول الآن مندوب من الأمم المتحدة للاطلاع على الوضع الإنساني في اليمن، برأيك هل سيسهم هذا بشكل أو بآخر في تسليط الضوء بصورة أوضح ونقلها للمجتمع الدولي؟ هذا الموضوع غاية في الأهمية، ويفترض أن تطلع الأمم المتحدة حسب ميثاقها وحسب العهدين الدوليين تحديدا لحقوق الإنسان بالعمل على حماية المدنيين، خصوصا وأن مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان قائمة في الأساس على أيضا اتفاقية دولية فيما يتعلق بمعاهدات جنيف الأربع تحديدا المتعلقة بحماية المدنيين والتركيز على الخروقات الكبيرة واستخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ الموجهة للمدنيين في ظل انعدام أو على الأقل أقلية المهام العسكرية للأداء عندما يقومون بإطلاق صواريخ إلى هذه المناطق. فإن إذا ما قامت الأمم المتحدة ذاتها بالاعتماد على موظفيها دون الاعتماد على أشخاص لهم علاقة بالإماميين وبالحوثيين ومن ثم توظيفهم لهذا الأساس لرق تقارير تقوم بشكل كبير بتضخيم أعمال طرف على طرف، تقوم للأسف الشديد بإضاعة كثير من الحقائق، ومن ثم يترتب على هذه التقارير ربما رسم صورة غير صحيحة عما يحدث من الانتهاكات التي تحدث عمدا وتعمدا للمدنيين لمزيد من المعايير التي تحدث عنها أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، التقارير أو عفوا المعايير المهنية التي تجعل التقارير غير صحيحة وغير محايدة، ما هي وأنت مطلع ربما بصورة أدق على هذه التقارير التي ترفع للأمم المتحدة ومن ما يعني المنظمات التي لا زالت تعمل في صنعاء وتعمل لصالح الميليشيا وتنقل ربما صورة غير مكتملة، لا نقول خاطئة ولكن غير مكتملة، ولا تسلط الضوء على جوانب وتفقد وتغض الطرف عن جوانب أخرى؟ هناك معايير علمية، هناك معايير تقنية تعتمد على تدريبات لمفوضية الأمم المتحدة لراصدين متخصصين في هذا المجال، ومن ثم ينبغي التركيز مثلا على الواقع وسماع الضحايا ومن ثم قيام بتدوين الإفادات لهؤلاء الضحايا وشهود للواقع، وكذلك استخدام التقنيات من التصوير وغيرها. هذا الأمر للأسف الشديد يجري إسناده إما بتوظيف موظفين أو أشخاص للأسف الشديد هم في الأساس متعاملين مع جماعة الحوثي، وبالتالي تحسب التقارير الأممية أو بعض هذه المنظمات بأصوات هؤلاء، وكذلك يتم التعاون مع منظمات في الأساس هي يعني داعمة للانقلاب أو على الأقل تعمل بخفاء أو تخفي كثير بما تسميه الحياد كثير من حقوق هؤلاء المواطنين، وبالتالي تكون التقارير عكسية وغير معبرة عن الواقع أو غير مكتملة. مثلا لدينا جرائم ميليشيا الحوثي في مدينة عدن في مارس 2015 وما بعده، لم تنزل حتى مفوضية حقوق الإنسان ولم تقم برفع تقاريرها عن هذه الجرائم. مثلا تمر على التقارير التي تتحدث عن جرائم في مدينة تعز دون أن تحيطها كثير من التوضيح
تبيين الحقائق في مقصد هذه الهجمات، وبالتالي تضيع كثير من هذه الحقوق تحت مغبة وغطاء الحديث عن وجود قصف للطيران. وهذا أمر حقيقة نرفض استهداف المدنيين سواء من الجو أو من الأرض أو من خلال الصواريخ، لكن أن ينظر فقط إلى الحقوق من جانب واحد والتدوين فقط وتضخيم أفعال الطيران دون الحديث عن الجرائم التي نعم. تتخذ من قبل الحوثي. تريد القول أستاذ فيصل؟ نعم النقطة التي أختم بها. نعم تريد القول أستاذ فيصل؟ نعم الذي المفوضية تقرير المفوض نعم كان ينظر فقط للجرائم التي يسميها من الطيران دون نعم. أن يتحدث عن جرائم واضحة وبينة. يعني تريد القول أستاذ فيصل اسمح لي نعم أستاذ فيصل اسمح لي تريد القول بأن نعم. كل التقارير التي رفعت من المؤسسات والمنظمات التي لا زالت تعمل في الداخل وعلى وجه التحديد في المناطق التي تخضع للميليشيا بأنها تسلط الضوء فقط على الطيران وعلى القصف الذي يستهدف طيران التحالف وتغض الطرف بشكل نهائي عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا سواء من القصف أو التنكيل أو ما شابه ذلك؟ أنا أريد أن أقول أن الآلية المتخذة في رفع هذه التقارير ليست مهنية أو علمية بأسباب محددة، قد لا تكون بشكل مباشر من المنظمات الدولية وقد لا تكون بشكل مباشر من الأمم المتحدة، لكن مكاتبها التي في صنعاء تقوم بالاعتماد على أدوات تدعم الانقلاب، تعتمد على ناشطين يعني يدعمون الانقلاب بشكل واضح، ومن ثم هذه الأدوات وهؤلاء الأشخاص في الأساس يقومون بتضخيم أعمال الطيران ويتحدث البعض الناشطين بأنها تقوم بنسبة بعض هذه الأفعال المجرمة والتي في الأساس قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح تنسبها للطيران، في حين يتم تصحيح أعمال الميليشيا. مثلا البعض اليوم يتحدث في مدينة تعز بأن مصادر النيران والقصف لا يزال لجماعة مسلحة لم تحدد حتى اللحظة، مع أن المعلوم أن من يقوم بقصف تعز ويعني وحصارها بشكل واضح ودقيق منذ سنة ونصف ستالينغراد، يعني أصبحت مدينة تعز بشكل الحصار، ومع ذلك البعض يتحدث عن جماعات مجهولة حتى هذه اللحظة ويقول أن ذلك حياد. عن أي حياد يتحدث؟ هؤلاء لا يملكون موضوعية، كل ما يقومون به هو عمل رافعة لتبيير نعم. وغسل جرائم الميليشيا الحوثي، في حين أنهم يتحدثون بشكل مضخم عن العملية الجوية. ونحن هنا أكرر بأننا لا ندافع مطلقا عن أي جرائم أيا كانت، يجب أن تدان هذه الجرائم، لكن يجب أن تبطل الصورة ناصعة وحقيقية نعم. كما تمت وكما هي في حقيقة الأمر. طيب أستاذ فيصل نعم نعم أستاذ فيصل اسمح لي نعم. سنكمل الحديث في هذه النقطة، وأيضا سنطرح أيضا وجهة نظر الطرف الآخر عندما يقول بأنكم ربما من خلال هذه أو هذا ما تطرحون بأنكم ربما تبررون لطيران التحالف للجرائم التي يرتكبها، وأعتقد أنتم مبرؤون من هذه التهم. سنتحدث عنها ولكن بعد أن نتابع هذه التصريحات. أخذنا عينة عن حال التقارير التي ترفع من الداخل، طبيعتها، مهنيتها، أهميتها، نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. وبنظر المعيار الدولي الذي يعني كما أخذناها ودرسناها في دورات يعني دولية تنظم هذا الشأن، أهمها هو الاعتماد الكلي على الفريق الميداني أو فريق الرز الذي يقوم بالنزول الميداني للواقعة أو الانتهاك المحدد، ويقوم بتعبئة استمارة البحث الميدانية وذلك للضحايا سواء كانوا قتلى أو مصابين، وكذلك شهود الواقعة وتحريز المقذوفات وإعداد تقرير شامل بهذا الذي يعتمد عليه معد التقرير الحقوقي. في إعداد التقارير الحقوقية هناك أمور كثير مهمة قد لا يستحضرها الوقت لسردها الآن، أهمها هي الاعتماد على فريق رصد في الميدان، فريق رصد يقوم برصد هذه الانتهاكات والالتقاء بالضحايا والشهود وعمل التوصيف القانوني لهذه الانتهاكات. شخصية المعد التقرير لابد أن يكون رجل مهني وحقوقي، ويفضل أن يكون محامي ذا خبرة في الجانب القانوني. ثانيا لابد أن يكون معد التقرير على اطلاع كامل بالمقابلات الضحايا والشهود لكي يتسنى له عرض الأدلة بشكل واضح، أن يعتمد في درجة أساسية على التقارير الداخلية التي يقوم بها الباحثين والراصدين. المعايير الحقوقية التي نعمل بها احنا اهم شيء في هذا الشفافية و
تقصي الحقائق، عندما نكتب التقارير تقصي الحقائق والشفافية، ننزل ميدانيا نوثق من المال. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. تابعنا هذه التصريحات، ربما الكثير تحدث عن ما هو الواجب وما الذي ينبغي على أن تبنى عليها التقارير، أن تكون الراصدين يعني يحملون مهنية وقدر كبير من الموضوع. أعود إلى الأستاذ براء شيبان عبر السكايب من لندن. أستاذ براء، في البداية إذا كان لك تعليق عما طرحه الأستاذ فيصل المجيدي وفنده، تفضل. نعم، هو حقيقة أخي فيصل يعني تحدث عن أنه اختلف معي، ولكن لم أرى في كلامه أي نقاط واضحة لسبب الخلاف. هو عاد وقال أن كثير من هذه التقارير تصاغ بسبب أن كثير من المنظمات تعمل من صنعاء، معناتها أن جماعة الحوثي لا زالت إلى الآن لديها قدرة في استقبال هؤلاء الباحثين إلى داخل صنعاء، بينما في المقابل لا يوجد أحد يستطيع أن يستقبلهم داخل محافظة عدن على سبيل المثال. عندما نقول أننا وجهنا دعوة، من الحكومة اليمنية وجهت دعوة لمن؟ هل هي ستقوم بتأمينهم؟ بينما جماعة الحوثي تلتزم دائما بأنها ستؤمنهم وسوف تأخذهم إلى الحديدة وإلى صعدة وإلى بقية المناطق. هذا الالتزام يجب أن يكون موجود أيضا من قبل الحكومة اليمنية، وتقول أنا سأخذ. أفهم من كلامك أستاذ براء، أفهم من كلامك بأن الميليشيا حريصة على وصول لجان التحقيق إلى هذه المناطق أكثر من حرص الحكومة الشرعية. جدا، لأنهم حريصين على تبييض وجوههم بشكل من أول لحظة عندما بدأت عملية عاصفة الحزم، حاولوا أن يلعبوا بورقة المظلومية بشكل كبير جدا. في المقابل للأسف الشديد لم تلتفت الحكومة إلا متأخر جدا إلى أن هذه ورقة مهمة يجب الضغط فيها، كون أن الذي السبب الجل الانتهاكات قامت بها جماعة الحوثي، ولكن بسبب أن جماعة الحوثي منذ اللحظة الأولى كانت تستقبل كل الباحثين إلى داخل صنعاء، استطاعت أنها تعكس صورة مختلفة إلى حد كبير، ولذلك نرى التقارير بهذه الصورة. على سبيل المثال خليني أضرب فقط مثال بسيط. نعم. عندما قامت منظمة Human Rights Watch، منظمة العفو الدولية، بزيارة صنعاء، أصدرت تقريرين. تقرير واحد كان يتحدث عن ضحايا غارات التحالف، والتقرير الثاني كان عن المعتقلين. لماذا ذكروا المعتقلين؟ لأن هؤلاء المعتقلين موجودين في صنعاء، بينما في المقابل لم يتم ذكر مثلا ضحايا تعز أو ضحايا عدن أو بقية المناطق، لأن هؤلاء الباحثين لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه المناطق. طبعا نريد أن نصور أن الموضوع مؤامرة، لا أعتقد. أنا أعتقد بشكل واضح أن السبب أن هؤلاء الباحثين وصلوا إلى صنعاء وعكسوا ماذا رأوا داخل محافظة صنعاء. نعم. في المقابل جماعة الحوثي كانت حريصة أن تأخذهم إلى كل منطقة تحصل فيها قصف، وبالتأكيد سوف لم تريهم مثلا ضحايا الهجمات التي هي قامت به. نعم. للأسف أيضا في المقابل الدور الدبلوماسي للحكومة اليمنية كان ضعيف، لم يكن غائب تماما. أنا أريد أن تذكر لي مرة واحدة قامت الحكومة اليمنية في أي من بعثاتها الدبلوماسية بعمل مؤتمر صحفي حقوقي عن الوضع الحقوقي داخل اليمن على سبيل المثال. هذه التراكمات. المؤتمر الأخير الذي قام به وزير حقوق الإنسان وأيضا الأستاذ عبد الرقي فتح، ماذا تسميه؟ أخي هناك فرق في مجلس حقوق الإنسان، هذه دورة تحصل، يا أننا نكون ننتظر من دورة إلى دورة حتى ننتظر نسمع صوت الحكومة. الحكومة نحن في حالة حرب وفي حالة أزمة خانقة، يجب أن تعمل بحالة طوارئ. أما إذا أنك تذهب إلى البعثات الدبلوماسية ولا تجد أحد ولا تجد من يستقبلك، بينما يكون هناك، وخلينا نكون واضحين، هناك ناس داخل البعثات الدبلوماسية يقولوا لهم بشكل واضح سوف نؤمن لكم الدخول إلى صنعاء. نعم. طيب إذا كان إذا 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 تماشينا مع ما طرحته أستاذ براء بأن الميليشيا تحرص على وصول هذه اللجان إلى يعني المناطق نعم اسمح لي بين أن يقوم وزير حقوق الإنسان بمؤتمر صحفي واحد في مجلس حقوق الإنسان، نعم، وبين عمل حقوقي متراكم يبنى على كثير من التقارير وبشكل حقوقي متراكم يستطيع أن نبني عليه على نتيجة. نعم. طيب أستاذ براء، حتى نغلق هذا النقاط التي ذكرتها وذكرت فيها اتهامة الحكومة بأن لا توفر ولا يعني توفر الأجواء الآمنة لوصول التقارير، عفوا، المنظمات والمندوبين لرفع تقارير حقوقية وإنسانية. هؤلاء المندوبين الذين يصلون إلى صنعاء على الأقل وتوفر لهم الميليشيا الحماية في صنعاء، كيف يمكن لهم أن يرفعوا تقارير لمجلس حقوق الإنسان أو المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن وهي منقوصة ولم يصلوا إلى المناطق الأخرى؟
لا هم أصلاً هم يغطوا المناطق التي وصلوا إليها، يعني هم لا يقولوا هذه حالة حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، هم يقولوا نحن رأينا وشاهدنا وقابلنا الضحايا وشهادات الضحايا كانت 1، 2، 3، وبناء عليه عندما ذهبوا إلى صعدة أو ذهبوا إلى حجة أو ذهبوا إلى صنعاء وجدوا هذه غير يعني غارات طيران التحالف. نعم. في المقابل يعني المسألة هي بسيطة لا تحتاج إلى كثير من التحليل. كم هناك منظمات تعمل داخل عدن؟ متى تم استقبال باحثين حقوقيين داخل عدن؟ هذه كلها الأسئلة بسيطة. إذا كانت هذه النتائج لأن الباحثين يذهبوا إلى صنعاء فبالتأكيد ستكون نفس النتائج. لا يكفي فقط أن نلقي اللوم، والتأكيد المنظمات الحقوقية تتحمل جزء من اللوم، ولكن الدور الأكبر يأتي على الحكومة اليمنية ولا يأتي على فقط نحن يعني نظل نلقي التهم ولا ننظر إلى ما هي الأسباب، لماذا دائما نحصل على نفس النتائج ولماذا التقارير تخرج بهذه الطريقة المنقوصة واضحة يعني. طيب إذن نعم، اسمح لي براء أعود للأستاذ فيصل المجيدي، وأيضا نرحب بالأخ بشير المصباحي انضم إلينا الآن. أستاذ فيصل، ربما الأستاذ براء بدأ يعني اتهامات واضحة بأن هناك تقصير كبير من الحكومة الشرعية، أنت أيضا مطلع على هذه على المؤتمرات الصحفية ومطلع على ما تقوم به الحكومة من جهود، ربما جهود وزارة حقوق الإنسان يعني ظهر جليا من خلال دعم مجلس حقوق الإنسان لتشكيل اللجنة الوطنية ولعملها في اليمن، هل فعلا الحكومة مقصرة بالصورة التي قالها براء؟ نعم، الواقع أخي العزيز ما يحدث بالأخ براء ربما يكون فيه بعض الحقيقة. نحن في الواقع أنا لست بصدد، أكرر بأني لست بصدد عن الدفاع عن الحكومة، وهناك أخطاء وهناك بالفعل إشكاليات في أدائها، لكن عندما ينفى كل عمل هذا العمل بكل تأكيد ليس الصواب أن نقول بأن الحكومة لم تقم بشيء. وزير حقوق الإنسان دائما ما يعقد مؤتمرات صحفية سواء في الرياض، عقدت أكثر من مرة، عقدت أيضا في القاهرة المؤتمر الصحفي الأخير، عدة منظمات حقوقية في مدينة تعز تحديدا قامت بعمل عدة مؤتمرات، لدينا التحالف اليمني لرصد الانتهاكات أيضا قام بعدة تقارير ومحددة وموثقة، وبالتالي هذه الإشكاليات حقيقة أنها تحدث، ليست الحكومة في طور التعافي، لكن عندما يتحدث الأخ براء عن جماعة الحوثي بأنها بالفعل توفر ربما الجو الآمن للمنظمة الحقوقية، أنا لست موافقا له بهذا الأمر بكل ما هنالك، أنهم ربما يستقرون في العاصمة صنعاء ثم يعتمدون فقط على الموظفين، دعني أقول المنضمين لجماعة الحوثي أو المتعاطفين أو ما يسمونهم بالمحايدين. لرفع تقارير لم تنزل كثير من المنظمات إلى مناطق المواجهات، كل ما تقوم به هو استقاء المعلومات، ثم عندما يتحدث عن زيارة المعتقلين إلى السجون يقول لم يسمح لولد الشيخ بزيارة هؤلاء المعتقلين، لم يسمح للأمم المتحدة بزيارة هؤلاء المعتقلين، لم يسمح لأهالي الضحايا الذين استمروا بأشهر أمام السجون حتى تزورهم، وبالتالي حتى تقرير هيومن رايتس الذي تحدث عن بعض عينات للمعتقلين كانوا معتقلين هامشيين لم يصلوا إلى أي معتقل من الذين ورد أسمائهم ضمن قرار مجلس الأمن 22/16، وبالتالي في صنعاء تذبح الحقيقة، في اليمن تذبح يعني حقوق الإنسان أكثر. نعم. من مرة هذه المنظمات دعيت فعلا بشكل رسمي عندما قال أين وجهت هذه المنظمات، وجهت لها الحكومة اليمنية أكثر من دعوة بالنزول والاستقرار في محافظة عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة. محافظة تعز أنا ذكرت لك اليوم أنها دعت المنظمة أيضا يعني المبعوث الإنساني للأمم المتحدة بزيارة مدينة تعز، لكن هذه المنظمة لا تريد بسبب وجود حقيقة غطاء حوثي مسيطر على هذه الأجواء، يجب أن نعترف بالحقيقة وأن نوضح هذه الأمور. الحكومة اليمنية نعم يوجد فيها لها تقصير، لكن هناك أيضا إشكالية في أداء المنظمات بسبب الغزو الحوثي لهذه. نعم. المنظمات. طيب أستاذ فيصل، نعم اسمح لي أستاذ فيصل، إذن بدل تحميل بدلاً أستاذ فيصل اسمح لي، نعم بدلاً من تحميل الميليشيا ربما هي تتصرف وتقوم بهذه الجرائم وهي يعني ربما جرائم ممنهجة وتقوم بها ولا تأبه لأي قانون سواء دولي أو إنساني أو ما شابه ذلك،
السؤال الأهم الآن، أنتم كحقوقيين، المنظمات التي ربما في صف الشرعية، أين دورها؟ هل هو بالشكل المطلوب أم هناك ربما يعني نقص كبير في نقل الصورة الأوضح عن الجرائم التي ترتكب من قبل الميليشيا في الداخل؟ نعم، إن كنت تتحدث عن مسألة أن هناك منظمات مع الشرعية ومنظمات خارج هذا النطاق، حقيقة تقسيم هذا ربما غير دقيق. كل المنظمات التي تعتني بحقوق الإنسان على الأقل من ناحية مهنية، هذه نعم. المنظمات هي موجودة، لكن أنت تعرف بأن جماعة الحوثي والانقلابيين لاحقوا كل من يقوم بعمل مهني، لم يستثنوا أحد. أول ما قاموا بإغلاق الشهود الإعلاميين، المنظمات الحقوقية لاحقوا حتى الإعلام، أغلقوا كل القنوات، لم يعد في صنعاء أحد سواء من ناحية شهود الحقيقة كإعلام أو من ناحية منظمات حقوقية أو من ناحية راصدين أو حتى أشخاص ربما لا يعرف لهم انتماءات حزبية، مع ذلك لحقوا. ويعني وهناك أصبح الناس يعني هؤلاء الناشطين إما نازحين داخل يعني بعض المدن اليمنية أو مشردين في الخارج، ومن ثم عن أي جانب حقوقية تتحدث؟ طيب، هل هناك منظمات أو مؤسسات أستاذ فيصل؟ نعم، هل هناك أستاذ فيصل منظمات أو مؤسسات تعمل في الداخل بحقوق الإنسان ربما تقاريرها حيادية ومهنية وصادقة ويمكن الاعتماد عليها 100% إذا ما تم السماح لها بنقل أي تقرير عن أي جرائم تنتهك في الداخل؟ الحقيقة هذا السؤال يطرح أين الحقيقة بين المهني والسياسي. أنا أعتقد أن هناك بالفعل منظمات تعمل بالداخل ولديها تقارير. أنا ذكرت لك مثلا التحالف اليمني لرفض الانتهاكات موجود وموزع ولديه راصدين، نعم يعملون في ظل يعني حقول من الألغام، وهناك أيضا منظمات في مدينة عدن ومنظمات في مدينة سعد، ويحاول الباحثون منها الوصول إلى مناطق النزاع لكن في إطار إمكانيات محدودة. ربما بعض نعم أستاذ فيصل، نعم ربما في الطرف الآخر نعم. من يقول هؤلاء الراصدين لا يهتمون بقصف طيران التحالف الذي يعني يستهدف فيها المدنيين في المحافظة الأخرى، وربما هذا يقلل من موقفهم ويطعن فيما يرفعونه من تقارير. لا، هذه المنظمة رفعت طبعا عن بعض وقائع هذه الـ يعني القصف، ومع ذلك أساسا هذه المنظمات وهؤلاء الراصدين أول من سيقصفوا إذا ما دخلوا حقا إلى مناطق الحوثي. أنت تتحدث عن جماعة يعني تتخذ من سياسة الأرض المحروقة منهجا لها، تدمر المساجد والبيوت وتدمر وسائل الإعلام وتذبح الناس وتقتل كل شخص معارض لها وحتى من يقوم بالكتابة في الفيسبوك، فما بالك عندما يأتي يعني راصد ويحاول أن ربما يوثق هذا الأمر في أماكن تحت سيطرتها. هذا الأمر فيه مجازفة كبيرة جدا، هم يعتقلون كل ما يتحرك على الأرض إذا ما كان ربما سيكتب حتى بحيادية تامة وسيكتب من منهج علمي ورصد موثق ومدون وفقا والاستماع للضحايا. بكل تأكيد ليست منطقة ليست المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي إطلاقا آمنة سواء للمنظمات الدولية أو لغيرها. هم فقط قاموا بتأسيس منظمات وفقا لانقلاب موازي للانقلاب العسكري ليقوم فعلا بالتجميد. طيب أستاذ فيصل، جماعة الحوثي نعم أستاذ فيصل، أختم معك بسؤال أخير، اسمح لي. نعم أختم معك بسؤال أخير أستاذ فيصل حتى يعني نكمل الحديث معك بموقفك. البعض يتهمكم بأنكم ربما تغضون الطرف عن جرائم طيران التحالف أو تقفون دون إظهار الحقيقة للمجتمع الدولي وأنها تستهدف المدنيين. أجب على هذه النقطة، أختم معك. كأخطاء ترتكب من قبل الطيران، نعم بكل صراحة نحن لا نقبل بأي أخطاء ترتكب ضد المدنيين، وقد أدناها بأكثر من مرة وبأكثر من موقف، لكن دعني أوضح حقيقة هامة. هناك أخطاء ترتكب ربما مع أهداف عسكرية يكون من خلالها محاولة استهداف هذه الماكينات العسكرية وفي ظل حرب، لا أخطاء. وهناك أفعال وجرائم ترتكب ضد المدنيين بشكل مقصود ومحدد دون وجود أي أهداف عسكرية. حتى منظمة هيومن رايتس ذكرت أن جماعة الحوثي مثلا استخدمت مدرسة الصم والبغم في تخزين أسلحة، مما أدى إلى قيام طيران التحالف بقصف هذه المدرسة. أي أن هناك مخالفة لجرائم، يعني مخالفة لأخلاقية الحرس فيما يتعلق. وهل هذه المخالفة يعني تبرر بأن تحدث أخطاء تستهدف مدنيين أستاذ فيصل؟
لا يمكن أن نبرر لأي جرائم، وهذه الوقائع يجب بالفعل أن يحقق فيها وأن تدان إذا ما ثبت صحتها. أنا أقول لك كحقوقي بأننا لا نقبل طبعا بأي انتهاكات ضد المدنيين، لكن اعطني فقط واحد ممن يتحدث بأنهم محايدين أو من أنهم منظمات مجتمع مدني وهي تبع الحوثي وصالح 100% قد انتقد أو وثق لجرائم تحدث في مدينة تعز، في مدينة عدن. يا رجل، أصبحت مدينة تعز يعني كأنما ما أصابها زلزال دموي مما يحصل، ومع ذلك لم تجد أي توثيق أو إدانة من جانب الطرف الآخر. هناك ثمة إشكالية في التعامل الحقوقي، وهناك استنزاف أخلاقي فظيع في أداء هذه المنظمة التي أشكرك. تعبر عن نفسها أنها محايدة ولا تظهر إلا عند حصول أي أخطاء من قبل التحالف أو حتى انتهاكات من قبل الطيران. أمام هذا الطرح أشكرك أستاذ فيصل. ربما نحن الآن أمام هذا الطرح، كل طرف يطعن في تقارير الطرف الآخر وتضيع الانتهاكات التي تطال المدينة. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. قبل العودة للأستاذ بشير المصباحي وأيضا الأستاذ براء شيبان، سنذهب لمتابعة هذه المادة المعلوماتية التي أعدها الزميل وديع عضا، تتضمن أهم مبادئ إعداد التقارير الحقوقية، ثم نواصل النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابعنا هذه المعلومات عن أهم المنظمات التي تعمل في الداخل، وربما تقاريرها على ضوءها من قبل المنظمات الحقوقية تبني أي تقارير أو ضد أي انتهاكات تحدث في الداخل. نرحب أيضا بالأخ بشير المصباحي الناشط الحقوقي من محافظة تعز. مساء الخير أستاذ بشير. مرحبا بك أخي الكريم، تحياتي لمشاهدي القناة. اهلا ومرحبا بك استاذ بشير. انتم الظروف وايضا المعايير التي على ضوءها تقومون باعداد اي تقارير انتهاكات في الداخل ما هي؟ ضعنا بصوره عن عملكم وطبيعه عملكم والتقارير التي تصدرونها وتنجزونها في الداخل. طبعا يعني فيما يتعلق هناك مبادئ ومعايير عالميه ينبغي الالتزام بها كي تكون التقارير التي تصدرها المنظمة قابلة يعني قابلة للحركة قانونيا وحقوقيا.
والتفاعل معها من قبل المنظمات الفاعله على مستوى العالم، منها اهم هذه الشروط او من اهم هذه المبادئ طبعا الحياد هو فضيله. يعني في الاونه الاخيره بدا وكان الحياد يمثل معضله بالنسبه فيما يتعلق بالناشطين الحقوقيين، لكن بجوهر القول الحياد هو فضيله اذا ما كان بالفعل حياد، وان تقف المنظمه او الناشط الحقوقي على مسافه واحده من جميع الاطراف وينتصر للضحيه دون انحياز لاي طرف، ويختل من اهم المبادئ العالميه ان تكون الجهات الفاعله او المنظمات الفاعله في مجال حمايه حقوق الانسان تخشى عن جهه وعدم التحيز. نعم استاذ بشير اسمح لي، استاذ بشير اسمح لي معذره لانه الصوت غير واضح ولا نفهم ما تقول، سنعاود بك الاتصال بالتاكيد. اعود الى لندن مع الاستاذ براء شيبان. استاذ براء عدنا لك من جديد، لو فصلتنا في المحور الاخير مقدار هذه التقارير التي ترفع للأمم المتحدة، هل فعلا تخضع لمعايير مهنية صادقة على ضوءها تتخذ أي إجراءات ضد أي منتهك في الداخل، أم تحدث هناك ربما لعب أو مغالطة على ضوءها يدفع المواطن والمدني الثمن من حياته من انتهاكات تطال في الداخل؟ نعم، بالنسبة للتقارير التقييمي لهذه التقارير هي تقول الحقيقة ولكنها لم تقول الحقيقة كاملة، معناتها أنها لم تسلط الضوء على بقية الانتهاكات التي تحدث، واللي أنا أعتبرها إلى الآن هي جل الانتهاكات، معظم الانتهاكات لم يتم تسليط الضوء عليها. بالنسبة لهناك إجراءات، المنظمات الحقوقية والكثير من المؤسسات الدولية خصوصا حتى الأمم المتحدة ليس من مهمتها أن تقوم بإجراءات الإجراءات هذه من مهام الدول، وهناك حالة واحدة وهي تكون مجلس الأمن قد يتخذ بعض الإجراءات. بالنسبة لليمن، اليمن لديها فريق خبراء شكله مجلس الأمن يختص باليمن. لجنة الخبراء كانت قد أشار في تقرير، وأنا هنا أريد أن أوضح الصورة بشكل كامل لأننا نريد أن نوجد بعض الحلول بدل أن نستمر في عملية الانتقادات لكثير من المنظمات الدولية. لجنة الخبراء على سبيل المثال أصدرت في نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية تقرير واضح وضحت فيه حجم الانتهاكات اللي قامت فيه قوات التحالف، وقامت بجزء كبير من التغطية كانت على انتهاكات جماعة الحوثي على سبيل المثال، وهذا يحسب لكثير من الناشطين والباحثين في مجال حقوق الإنسان اللي استطاعوا أن يمدوا اللجنة بمعلومات كافية تستطيع أن تعتمد عليها. بالنسبة عندما نتحدث عن مرة أخرى عن المنظمات، أنا أقول هنا بشكل واضح، عندما قال الأخ فيصل أنه المعتقلين، منظمة العفو الدولية عندما زارت صنعاء قابلت أسر المعتقلين وبناء عليه استطاعت أن تخرج بذلك التقرير، فهي ليست معنية أنها تذهب إلى السجون وتقابل، ولكن استطاعت أن تحصل على معلومات كافية تستطيع على سبيل المثال منظمة العفو أن تصدر فيه تقرير واضح، وأشارت إلى كثير من المعتقلين بما فيهم الخمسة المشمولين بقرار مجلس الأمن ومحمد قحطان وغيرهم من السياسيين والصحفيين والإعلاميين، كان تقرير شامل على سبيل المثال. ولكن السبب الرئيسي لأن هذه المنظمة تمكنت من زيارة صنعاء ومقابلة أسر المعتقلين. إذا أردنا أن نعكس صورة على الحكومة اليمنية، وأنا هنا أذكر مرة ثانية، وزير حقوق الإنسان يقوم بدور منفرد، عندما قام ببعض المؤتمرات الصحفية كان لها دور كبير، من قال أنه لم يكن لها دور كبير؟ كان لها دور كبير في توضيح صورة. نعم صورة طيب استاذ على الأقل جزئية لما يحصل. النقطة أخيرة فقط، نعم الحكومة اليمنية أيضا من ناحيتها ونكون صادقين لم تقم حتى بالاعتذار لضحايا طيران التحالف، وناشدناها مرارا أن تقوم وتعترف أن هناك أخطاء وتعتذر لأهالي الضحايا حتى يحفظ حقهم، ولكن للأسف نكون صادقين أنها تعاملت بإزدواجية أيضا هي من ناحيتها. هذا نعم. جعل الصوت أستاذ براء، أستاذ براء لضيق الوقت جداً. نعم لضيق الوقت، اسمح لي إذا تكرمت في 20 ثانية فقط أسمحك. الجرائم التي توثق بالصوت والصورة وتصريحات وشهادات وتنقل للعالم، ألا تكفي هذه لمثلا اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذا الجرائم، أو لابد من النزول الميداني؟
الإجراءات من تتخذ؟ المنظمات ليست من مهمتها أن تتخذ إجراءات، وحتى بعثات الأمم المتحدة ليس من مهمتها اتخاذ إجراءات، هي مهمتها فقط شيء واحد، أنها ترفع تقارير توصف فيها الوضع الحقوقي داخل الأرض. نعم. الإجراءات هذه من مهام الدولة. من هو مسؤول عن حماية المدنيين في تعز؟ أنا هنا أؤكد مرة ثانية، هي الدولة. من مسؤول عن الدفاع عن مدينة تعز ودعم كل الجبهات وهو الجيش الوطني للدولة؟ نعم. هذه هي مهمتها، هي لا تنتظر إذنا من المنظمات. وصلت الفكرة. نعم. لأن هي المسؤولية عن حماية. نعم. المدنيين. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي الأستاذ البراء شيبان، كنت معنا عبر سكايب من لندن. عودة أخيرة للأخ بشير المصباحي، سؤال أخير ربما ضيق الوقت أستاذ بشير، الجهات الدولية التي استفادت من التقارير التي ترفع من الداخل من وجهة نظرك ما هي؟ عفواً أخي. نعم أقصد بعد أعتقد المنظمات التي استفادت من أي تقارير في الداخل ووظفتها باتخاذ إجراءات ضد أي منتهك في الداخل ما هي؟ للأسف الصوت ما مش واضح. إذن نعتذر منك أيضا، الوقت انتهى. الأخ بشير المصباحي إن شاء الله نستضيفك في حلقات مقبلة. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي والحقوقي بشير المصباحي، كنت معنا من محافظة تعز. مشاهدي الكرام، لم يبقى إلا أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك. نقرأ بعضا من هذه التعليقات. صديق البرنامج الأخ توفيق الحميدي يعلق: التقارير الحقوقية التي تصدر في اليمن جهد مشكور، إلا أنها تفتقر للحرفية في أحيان كثيرة، وهو موضوع آخر بعيد عن المصداقية. وهناك صراع حقيقي بين المصداقية والحرفية، البعض يمتلك الحرفية ويوظفها ضد الحقيقة وقلب الوقائع، وآخر يمتلك المصداقية ويفتقر الحرفية فيعجز عن تقديم الحقيقة كما هي للعالم. وهذا الأمر يجعل أمام المتابع لعمل المنظمات تحدي كبير متعلق في المزاوجة بين عنصري الحرفية والمصداقية، وهذا يحتاج جهد ووقت، وأتمنى أن نصل إلى تقارير تجمع بين الحرفية والمصداقية. توفيق الحميدي. رأي آخر أيضا من أصدقاء البرنامج، الأخ ياسر عامر يعلق: أصبحت المسألة منفلتة، حتى الجماعات المسلحة صار بإمكانها إنشاء منظمات عبر عناصر يدعون المدنية لمغالطة العالم وصرف أنظارهم عن جرائم الميليشيا. الجميع يعلم أن التقارير الحقوقية امتداد لطبيعة العمل الإنساني البحث الذي تم تأسيس المنظمات على أساسه، وبالتالي فإن خروجها عن هذا يعتبر جريمة بحق الإنسانية. لابد من وجود هيئة دولية مهمتها رقابة وتصنيف المنظمات الحقوقية على أساس التزامها بالمعايير المهنية للعمل الحقوقي والإنساني، وإعطائها الحق في تنفيذ العقوبات حتى لو وصلت لحد سحب التراخيص. ياسر عامر. نختم برأي أخير من صديق البرنامج الأخت ذكرى الواحدي تعلق: حسب الجهة والرصيد الحقيقي للجهة التي تصدر التقارير، فهناك مئات من المنظمات المأجورة والتي تمحور التقارير حسب الجهة التي تعمل لصالحها، ومفهوم من يدفع أكثر، ومنظمات تجمع معلومات لا أساس لها من الصحة، فالعمل الحقوقي يحسب كرصيد للجهات التي تعمل بمصداقية وبجد في الميدان لتنقل المأساة وأحوال الإنسانية. ذكرى الواحد. نختم بهذا الرأي، ونكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بين قوسين. لم يبق لي في هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيوفي في الحلقة عبر السكايب من لندن الناشط الحقوقي البراء شيبان، من الرياض الخبير القانوني المحامي فيصل المجيدي، وكذلك من تعز الناشط السياسي والحقوقي بشير المصباحي. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من بين قوسين. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.